مع كل يوم تجدد فرق الإغاثة مهامها في إمداد منكوبي الزلزال الكبير في تركيا باحتياجاتهم الطارئة. المهمة التي بدأت منذ أسابيع ما زال أمامها مشوار طويل قبل بلوغ هدفها بإشباع حاجة المتضررين للمساعدات. في البداية واجهنا صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات بالنظر إلى حجم الكارثة، لكن بفضل التنسيق المشترك بين المؤسسات المحلية والدولية تغلبنا على تلك الصعوبات. ليس من السهل أن نحدد فترة انتهاء مهامنا في المدن المدمرة. نقدر أننا بحاجة إلى عام ونصف العام من العمل لتقديم الغذاء وتوفير المأوى والتعليم وغيرها من المجالات. هنا في اسطنبول واحد من عشرات المستودعات التي تستقبل فيها المساعدات المختلفة. مهمة المتطوعين هي فرز ما يصلهم من المتبرعين قبل نقلها إلى مستحقيها. شعبنا لديه رحمة، لقد بدأ البعض بحملات كبيرة لجمع المعونات، وتوافد الناس بكثرة هنا إلى مخازننا حتى صرنا لا نعرف كيف نستوعب هذه الكميات. هناك طوابير من السيارات أتت لتقديم المواد المتبرع بها، حتى الأطفال جاءوا ليتبرعوا. مرت علينا أيام نعمل ليل نهار في فرز المعونات وتوصيلها للمتضررين. هذه الأرقام توثق لنوع جديد من الدعم، سلة رمضانية لكل أسرة. واقتراب شهر رمضان يعني لكثيرين فرصة لمضاعفة جهود التكافل والإغاثة بمختلف صورها، لذا يتوقع يزيد زخم توزيع المساعدات وإيصالها لمتضرر الزلزال في الفترة المقبلة. محمد المشهر، وسكانيوز عربية، اسطنبول.